على عكس هوى رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أمل بتمرير اتفاق الخروج في هذه الجلسة الاستثنائية لاتفاق الخروج في حال الموافقة عليه هنا إلى قانون بريطاني نافذ عبر إجراءات تشريعية تمر عبر مجلسي العموم واللوردات وتتطلب وقتا قد يتجاوز 31 أكتوبر وهو الموعد المقرر. إصرار جونسون على رفض التمديد لا يغطي خسارته لجلسة البرلمان. اليوم هو يوم تاريخي للبرلمان لأنه قال أنه لن يتم ابتزازه من قبل رئيس الوزراء الذي يبدو مستعدا مرة أخرى لتجاوز قانون أقره هذا البرلمان. أدعوه للتفكير مليا. لم تحسم الإثارة ولا الجدل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لأي من الطرفين في البرلمان والحكومة، وذات الجدل لم يحسم كذلك في الأوساط الشعبية، فعشرات الآلاف خرجوا أمام مجلس العموم يطالبون بإجراء استفتاء ثاني. فرصة أخيرة للمتظاهرين المؤيدين للبقاء بالدفع لأن ينتقل القرار من مئات النواب في مجلس العموم إلى ملايين البريطانيين، لكن ثمة من يرفض ذلك أيضا. وهكذا يستمر مسلسل الخروج الذي لا تكاد أن تنتهي إثارة فيه حتى تبدأ أخرى، والأنظار تتجه لما سيحدث في الأسبوع المقبل. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.